المقابلة فيها حصرة كبيرة، لأن الإخوان للمشاهدين الكرام ولكل من تبع المباراة، فكتير كوار درنا الفيزيونات، كلمنا مع اللاعبين، كلمتهم حتى باش يضربوا الكوار تحت في الأرض، فما كانش عندنا الحظ. ضاعوا علينا كتير 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 ديال الهجومات، الشيء اللي أعطى أن المقابلة تصعبات. رجعنا في المباراة في الشوط الأول، بداية الشوط الثاني مشاو لينا واحد شوية ديال الفارق ديال نقطة ونقطتين، دركنا الموقف ولينا تعادل. جاتنا الفرصة باش نخلصوا المباراة والمرمى فاضية، ضاعت منا ديك الفرصة، لأن لو سجلنا كان الأمريكان هم اللي غيبداو يجريو وراء التعادل، ولينا حنا اللي كنجريو وراء التعادل. الشيء اللي شاف الكل أنها ضاعت المباراة في آخر كرة. كنظن الحسرة كبيرة، لأن كل سنة كنجيو إلا وكنقلبوا على هذه المباراة الثمينة أننا باش نمروا، ما كنظنش، لأن أنا لما الشغل ديالي أنا لما الفريق يكون كيوصل للمرمى، فكنظن أنني أمام الله وأمام الكل أنني قمت بالعمل. اللاعبين ضحاوا وقاموا، ولكن خلنا شوية التركيز، خلنا شوية الانضباط. هذه هي الرياضة، فالآن نفكروا المباريات الأخرى إن شاء الله.